الإسلاميين. أيها السيدات والسادة، أتقدم بخالص التهاني باسمي الخاص وباسمكم جميعا. أيها السيدات والسادة، مجلس جهة فاس مكناس يعقد أول دورة بعد انتخاب المكتب وكذلك انتخاب الكاتب والنائب ديالو. إذن هذا الدورة الأولى وفقا للقانون المنظم للجهات يتعلق، أو هذه الدورة جدول أعمالها ينحصر في الدراسة والتصويت على النظام الداخلي للجهة. هذا النظام الداخلي الذي يعده الرئيس بتشاور مع وتعاون مع أعضاء المكتب، وقد اعتمدنا في هذا الإعداد وهذا التشاور عدة مرجعيات وعدة آليات، أساسها أولا القانون التنظيمي للجهات وكذلك النظام الداخلي للولاية السابقة، بالإضافة إلى المستجدات التي دعت الضرورة إلى تضمينها في النظام الداخلي. وإن شاء الله بعد المصادقة على هذا النظام الداخلي سنمر بعدها إلى جلسة استثنائية أخرى لاستكمال هياكل الجهة، ثم بعدها إن شاء الله ستكون جلسة ثالثة استثنائية أو دورة استثنائية ثالثة للبث للمناقشة والتصويت على الميزانية، وبعدها إن شاء الله ستنطلق كل الأوراش التي إن شاء الله تم إعدادها أو سيتم التصور لما تستدعيه هذه الأوراش من تحيين ومن حسن تدبير في المجال الجغرافي كله ديال الجهة.